الدنيا اللي صار بها الشباب يخلون ميك اب والبنات ضابطات بالجيش والحكومه تجدي من الشعب ما يصير بها الخطوه بالعكس يعني بسبب هالعنوسه مال حلوات والجكمات على حد سواء ولو ذات منطق ايش بيها من اختار شريك حياتي بروح اخذ عمامي واروح له بطب مسيطره لبيتهم على اساس داخذ عليهم من اول هي وجايبه خواتي كومه وياي على اساس دنجر بقشهم من البدايه وجايبين ويانا فد 20 سياره على اساس احنا فايخين يعني حتى لو ماخذين من الجوارين ونقعد نطلب ايدي بنهم الله ويجي بعد عروسته وقلبها خجلان خليني ساكته اعرف حظي اكيد ابو راح يقول والله بالله ما يتزوج لان ردي اخلص دراسه هذا شلون كلام يا اهلا وسهلا ببنيتي هنوده ان شاء الله زينه ان شاء الله مرتاحه الحمد لله الله عمو الله يخليك الله يسلمك تعرف الحمد لله يعني احنا قاضيها من شغل الشغل بس الحمد لله ما اشياء والله يكون بعونك الله يسلمك على راسك الله زينه بنيتي انت شنو شغلك يعني موظفه ملاك عقد اجور يوميه فهميني ايش لك بها يا ابي الله وكيلك ليش لحد الان ما متزوجه غير انتظري الملاك وياي 10 كتب تكريم ما ادري شكر ايش لك بها شلون كلام كلام يا بدت هنا انت هيك عافية عليك عمي عافية عليك انت مرتب امورك بالواسطات زين عمي انت شنو بيتكم ملك لو ايجار عب عمو شنو الحكي ترى تدتيني احنا بيتنا ركن على شارعين اصلا دق الباب ما تسمع صوت الابره الله وكيلك ها الله يزيدكم عمو الله يزيدكم زين اقول لك عمي انت شنو شايف العريس شوف عمو شوف اقول لك انا مره شفت ابنك الله يحفظه الحلو اجي على دكان ابو حليم جيرانكم ده يشتري من عنده وانا عجبتني اخلاقه اخلاق ما شاء الله وجمال يعني عينه ما شاء الله بالجاع اي والله هيك اقول لك يا عم صراحه اي والله خطيه من الجامعه للبيت ومن البيت للجامعه اقول لك عمو ترى انت هوايه طولتها دي خليني اشوف الولد عن كثب كثب له رصاص لطيفه لطيفه تحشيش تعال تغدغيني اقول لك عمو شوف ترى ذني كلهم طاقات جوايا الله وكيلك تعيش بيش عمو شو سويتيها صدق دعشا قوياك لا هذا ان شاء الله راح تعيشون حياتكم اذا صارت القسمه ايش فيك يا ابني ايش فيك دعشا قوياك حلاقيم ابني ابني لو فلش ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظه ما شاء الله لك وعلمه صدق الله وعطول صدق الله ايش قد حلو عينه ما يرفعها ايش قد مؤدب طالع علي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عمي اقول لك عمي انا بنيه عندي البزنس از بزنس ايش قد ايش قد شنو عم ايش قد ايش قد هي ريال برشلونه برشلونه شنو حاضر غايب ايش قد والله يا بنيتي يا هنوده انا بالنسبه لي يعني ادور وجوه ما ادور فلوس بس هاي اليس 10 ب 10 10 ب 10 ايش عندي اقول لك ترى ذولاك الولد والله تارسين الدنيا الله وكيلك بس غير انا هذا الولد الحلو بعد عجبني بعدين انت ايش دعوه هالنحوسيه هاي تشوفني بعدني كيوتي وبدايه حياتي تفضل يا سهلها تدللي ابي شريك ولو هو مكلفني 12 بس هاي اليس 6 ب 8 والولد كسر فلين وباب اول فنلندي ومقفول من الدعاميه للدعاميه وانا الله وكيلك اللي بالدرزن سنت واحد واذا ما عندك خليها علينا ليش لا انا يعني شوي اخذ لي فقره بالسوق اجيك ادري وين قاعدين المعارض النهضه لو محل مال الموبايلات لك هذا شلون كلام عمي بصراحه جنابك الكريم وهذا الجمال وهاي اللطافه قبع وخذي 5 ب 5 ها هي يا عمي تنقل صوت الفاتحه عمي رب العالمين بالرفاه والبنين بنيتي الله ان شاء الله شايفين كل السعاده الابديه يسلمك يسلمك ان شاء الله الله يحفظكم ويسعدكم ان شاء الله الله يخليك ان شاء الله احنا نلتقي على يوم المهار ان شاء الله لك في دقيقتين الحلو مضوي منورني روعه نور بس هاي ضحكه لك في دقيقتين القفص الذهبي اقول لك عمو بس سؤال شفت شويه تعلس يعني خو ماكو شيء لا 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 عمو انا هاي ولاديه هو مقفول من دعامي للدعاميه ما لك علاقه بي مو راثه مو راثه يعني حلو ما يمتمت قول اوكي لك في بيته نصفي الاخر الكبد مالتي مضويني شنو رايك فيها كيوت الو
الو عمي عمي. هلا هلا بنيتي هنوده، هلا شلونك؟ اهلا وعمي، هلا وبيك الله يخليك. والله يا بنيتي يا هنوده الظاهر ماكو لا قسمه ولا نصيب بين شبين ابني. ليش عمي ليش؟ هسه خابرتني امه وتقول هاي بتعمنا هي علي ولازم رشاشتها واقفه بباب البيت. صدق تحكي هذا؟ شلون كلام؟ هذا اللي صار، ماكو لا قسمه ولا نصيب. عمي بس انا ما بقدر من عندي شيء، انا جيتك من الباب، انت صدق تحكي شو تسوي بيا؟ ويعني هي بعد بتعمه وتقول انا اذا ما تزوج حلاقيم اسوي دمها للرشاب. اي يا عمي هسه انا ما دموم ما رشاب، ولو انت هيجي قطعه نادره مزه ما تتفوتين، فول ليمتد وارد ياباني، بش اسوي؟ هاي بعد بتعمه الله لا يطيها، الله يطيحها وجه الطحان. الله لا يوفقك ان شاء الله. اي والله خلي ادق على ام احلام. شنو قابل ماكو غيرك؟ ان الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الان. شنو هالحظ هذا الفقر؟ يعني صدق لو قالوا لحظه برجعي ولا اخذت سيد علي، لا انا اللي مبقي 700 دولار على حالي مساتره على نفسي، ولا انا اللي اخذت الفارس احلامي، مدار حظي لا فوقها نص سلفه نص من جيب امي، بعدين شنو تشمتون بيه؟ لو فوقها ضرب لي صفنه الا اشبعكم الظهر. اصلا انا متاكده فارس احلامي راح يجيني بجكسارته البيضة وشعره الطاير. لجهين لجهين، هاي امي لجهين، تعسف على اخوك. خلصني من هاي الضيعه. هاي تقولين ولد؟ هاي يوم لا ما داكو شي، داكول اخوي حبيبي الصغير كنفوشي حنفوشي، ايش عندي غيره في ديته؟ خوف يا رب شلون بيه، لا طبوا لا طالع النوبه. اصلا كنا 15 بنيه قضيناها من المتوسطه للكليه، ما سولف لكم كنا اطلع الفرع ولا اوقف على حيله، بس بيني وبينكم هالايام دافوت للفرع كله قاعد. ليش شنو ما ادري، بس اكيد مشاغل دنيا. اي اي مشاغل دنيا. نرجع، ما اسولف لكم منين ابدي، من فتون جمال طول وهيبه، ساره قمر 14 والشعر مذهب، لو فلانه وعلانه شنو نخبط نكتل. اخر وحده وهاي قبل كم شهر، طبعا هاي كانت اخر وقفه للفرع، راحت بيها زوزو جمال، بس شلون بخيت شلون عريست لقطه طار من ايدي، وراح لهاي ام السحوره. ام السحوره؟ شي غايب؟ اي اي كانت تروح لزوزو اكيد، اكيد سحرتها لهالمقروض هاي ام السحوره. اي عيني ظلت علي، شنو؟ ما عندي غير حل، لازم اروح له. بعدين هو وينه؟ هي ورا محطة البنزين، يم دكان علاوة باللميعة، صفي قدام بي جاسم المطيرتي. اي عيني، ها هي، بس شلون راح اطلع؟ يوم رايح على السوق اجيب مسواق؟ اقعدي عندنا. صخامة بعيني، صمون خبوز، صخامة بعيني شي. اقعدي ماكو طلعة. اي اوكي اوكي حجيب حجيب.